السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة شيوات كوزينتي. اليوم ان شاء الله الى حين الله غادي نديرو مرتدي لا صنع منزلي. اللي غادي نحتاجو ليها 300 غرام ديال صدر ديال الدجاج، 4 المعالق كبار ديال الفينو، 3 الفرماجات، 3 البيضات، غادي نحتاجو معلقة صغيرة ديال الهريسة، و5 دروسات ديال الثومة. عندي هنايا الملحه، الابزار، الكمون، تحميره وقزبر مطحون. عندي نص كاس ديال الزيت البلديه والروميه مخلطين، وزيت الخضر بالعظم. في ميكسر ولا طحانه اللي كتكون كطحانه تكون مزيان، غادي نديرو طروفه ديال الدجاج اللي قطعتهم بحال هكا، البيض، معلقة ديال الهريسة، والثومة، الفينو، الزيت، الفرماج، والإقامة، ونطحنوا هاد العناصر كلها مزيان. المزيج من بعد ما تخلط كيولي على هذا الشكل بحال هكا. انا غادي نقسمه على جوج، عندي هنايا جوج ديال فيل اليمونتير، غادي نسرحو شويه، غادي ندير الزيتون هنايا الوسط على هاد الشكل هكا، وغادي نجمع نسدو مزيان بحال هكا، وغادي نجيب بابي الومنيوم، غادي نجيبو هكا، غادي نجيب بابي الومنيوم وغادي نغلفو بيه، وغادي نديرو الكوكوط اللي درت فيها الكسكاس ندير بحال هكا، وندوز باش نصايب الفاريتي الاخرى. بالنسبه للنوع الثاني غادي نديرو غير هكا صافل، غادي نقادو بيتيه وغادي نجمعو
غادي نجمعو مزيان من هنا من الجناب. وكي درنا الاخر غادي نجيبو ليه حتى هو طاطياني ليوم، وغادي نديرو فيه غادي نجيب واحد من القطيب ديال ولا كوردون غادي نتخبط فيه. غنتقب به حتى الاخر. وغادي نخليهم يطيبوا مده ديال 45 دقيقه. المرتديله ديالتنا ها هي طابت. دابا غادي نخليوها تبرد ليله كامله، ونهار الاخر غادي نقدموها ان شاء الله بالصحه والراحه.